مرحبا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، والنهاردة فقرتنا الحوارية مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار، وواحد من طبعا اللي يعني بنوا اسم النادي الأهلي. والحقيقة النهاردة في استياء شديد جدا بين جمهور النادي الأهلي بسبب طبعا المباراة الأخيرة والجدال والجدل حتى اللي بدأ بدري ده بخصوص التحكيم وإدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة. لكن في المقابل بينتظر الأهلي مباريات مهمة جدا، بينتظر الأهلي حدث عالمي كبير جدا في مونديال كأس العالم للأندية. إن شاء الله مش منتظرين الخروج أو التمثيل المشرف، إن شاء الله زي ما بقول من امبارح إن احنا نحصل على مركز جيد في هذه البطولة العالمية. أنا برحب بالكابتن الكبير جدا خالد جدلة عشان نتكلم معاه في كل ما يخص النادي الأهلي والساحة الرياضية. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا سهام، وأهلا بك يا كابتن. منورنا يا كابتن ومشرفنا في البيت الكبير، وحضرتك دايما قيمة وقامة كبيرة بنستفيد بحضرتك. الله يخليك يا كابتن. والله يا كابتن، وسعداء بوجود حضرتك معانا في ظروف أنا شايفها ظروف محتاجين، وجماهير النادي الأهلي محتاجة تسمع رأي مختلف ووجهة نظر مختلفة لإن شاء الله المشوار النادي الأهلي الفترة اللي جاية. هبدأ مع حضرتك بقرعة كأس العالم للأندية اللي أقيمت النهاردة. حضرتك تابعتها إزاي وشفت يعني مباراة النادي الأهلي الافتتاحية أمام الدحيل القطري؟ والله القرعة الحمد لله، يعني القرعة جت بشكل كويس مناسب، والمفروض إن احنا ما نفكرش يعني، وكل فرقة جامدة يعني، كل الفرق اللي هتبقى موجودة هتبقى على مستوى عالي. أيه. والنادي الأهلي طبعا فريق قوي وفريق كبير. هو المهم دلوقتي ان احنا لازم ندرس فرقه الدحيل بشكل كويس جدا جدا جدا، يعني الجهاز الفني يبتدي من دلوقتي. طبعا هو بيفصل، احنا عندنا ماتش في الدوري مع المقاولين، دي حاجه، ده الشغل الفني اللي داخل الملعب، ولكن من دلوقتي في شغل تاني، الجهاز الفني بيدرس فرقه الدحيل، بيشوف مواطن القوه والضعف، امكانيات اللعيبه، مين المفاتيح اللعب، مين اللعيبه الكويسه اللي عندهم، لان سيستم اللعب بتاع النادي الاهلي لازم هيختلف. يعني اللي احنا بنشوفه في الدوري مش هينفع نشوفه بنفس الاسلوب في المباراه بتاعت كاس العالم للانديه. فلازم السيناريوهات دلوقتي تبتدي تتحضر، دراسه الفريق المنافس بشكل كويس جدا جدا جدا، لان برضو الدحيل بيلعب على ملعبه في وسط بلده طبيعي. التحكيم يعني التحكيم برضه هيكون موجود، عارف ان الدوله البلد المضيفه ممكن يعني ما مش تشكيك في الحكام، لكن وارد نخلي اي حاجه مزبوط. خارجيه تاثر علينا. الجهاز الفني لازم يبتدي شغل كويس جدا، فرجه كويسه جدا، تقييم الفريق الدحيل بشكل كويس جدا، مواطن القوه والضعف، امكانيات اللعيبه، ازاي احنا نستثمر نقاط الضعف اللي موجوده هناك. يعني بيتحط بشكل عام الخطوط العريضه، وبعد ما نخلص باذن الله مباراه المقاولين يبتدي بقى الشغل الفني داخل الملعب والتجهيز باذن الله، لان دي طبعا دي بطوله مش هتتكرر، يعني دي بطوله من 3 ماتشات. صحيح. انا بحب اول حاجات دي يعني كاس عالم من 3 ماتشات، هتلعب الدحيل كسبت، هتلعب سيمي فاينل مع البايرن، مع بايرن ميونخ، فرقه طبعا كبيره وعظيمه، ولكن برضو احنا فرقتنا كبيره وعظيمه. صحيح. يعني انا لو يعني اتمنى ان انا اكون بلعب 3 ماتشات كلنا بصراحه، او يعني 3 ماتشات اركز 90 دقيقه حتى. لو بلعب قدام بايرن ميونخ وليفربول واي حد. صحيح. اركز 90 دقيقه، لان الكوره فيها كل حاجه. صحيح. وهي اللي بتفرق دلوقتي على فكره، يعني امكانيات اللعيبه حتى على مستوى بره، ودلوقتي الامكانيات كلها متقاربه، مفيش حاجات غير في مثلا ميسي رونالدو، الحاجات محمد صلاح، الحاجات الفذه دي، ولكن بالفكر الجماعي الكويس مزبوط. ممكن تقدر تعمل كل حاجه كويسه. كابتن خالد، يعني ممكن ان احنا نشوف كاس العالم للانديه ان شاء الله كده يعني تالق عدد من اللعيبه زي ما شفنا فلافيو قبل كده، يعني النهارده واحد زي فلافيو ده من احد نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا في كاس العالم للانديه، وبعد كده يعني ما شاء الله فتحت معاه، يعني ممكن نشوف كده في مونديال السنه دي؟ طبعا، وسهل جدا نشوف كده يعني. انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي هتبقى مركزه، هتكون في قمه تركيزها. يعني في بدايه البطوله هيكونوا في قمه تركيزهم. ليه؟ لان ده برضو فرصه ليهم كويسه جدا ان هم يسوقوا نفسيهم. يعني يسوقوا نفسيهم على مستويات اعلى، يعني فكل واحد هيثبت نفسه، المفروض ان هو يبان بشكل كويس، بيسوق نفسه بشكل كويس، قيمته بتزيد.
فلازم طبعا هنلاقي باذن الله نجوم كتير. طب بعد ما القرعه تم اعلانها اليوم، ايه نصيحتك للعيبه طبعا واحنا داخلين على البطوله المهمه دي، كابتن خالد جدالله يحب يقول لهم ايه؟ اقول لهم فكروا في اول ماتش بس، يعني ما تفكروش في اللي بعد كده، فكروا في ماتش الدحيل بس، ازاي نكسبه ونعديه، وبعد كده نبتدي نركز في بايرن ميونخ. بس لازم هو المباراه الاولى دي، دايما البدايات في اي بطوله بتبقى صعبه جدا وبتبقى مهمه جدا، البدايه هي اللي بتحط رجلك، يا اما بتديك ثقه كبيره جدا لو نجحت ان انت تعملي نتيجه كويسه، او لا قدر الله لو في نتيجه سلبيه الامور بتهرب منك. فانا اتمنى ان يكونوا في قمه تركيزهم باذن الله الماتش او في الماتش الاولاني، عشان باذن الله لازم نعديه باذن الله ان شاء الله. احنا بنتكلم طبعا عن النواحي الفنيه ومباريات، لكن كمان في الفاليو بتاع البطوله نفسه، قيمه البطوله ووجود النادي الاهلي النهارده حتى في القرعه وسط اكبر انديه العالم طبعا على راسها البايرن. وجود النادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي يعتبر من اكثر الانديه يمكن اشتراكا في البطوله لاكثر من 3 مرات على مستوى تاريخ البطوله. بنتكلم على 3 لعيبه من النادي الاهلي اكثر اشتراكا في تاريخ البطوله، كنا بنتكلمنا على وائل جمعه، بنتكلم على بوتريكا، يعني تاريخ كبير للنادي الاهلي. حضرتك شايف كاهلاوي ومحب للنادي الاهلي، صوره النادي الاهلي داخل هذه الاحتفاليه الكبيره عامله ازاي بعيدا عن الفنيات يعني؟ لا، صورة طبعا مشرفة، لأن طبعا النادي الأهلي بيعتبر من أبرز الأندية على مستوى العالم، يعني نادي القرن الأفريقي وعلى مستوى دول حتى دول أوروبا. والحمد لله النادي الأهلي صيته وباعه كبير جدا ببطولاته بإنجازاته، فهو في مصاف الأندية الكبرى، يعني لما تقول برشلونة، لما تقول ريال مدريد، تقول بايرن ميونخ، تقول النادي الأهلي لازم هتذكر النادي الاهلي مع الفرق، حتى الفرق الايطاليه، انتر ميلان، يوفنتوس. لا يعني النادي الاهلي من الانديه الكبيره جدا على مستوى العالم، وهيتعمل له 1000 حساب. يعني احنا بنتكلم ان احنا نركز ونعمل حساب للفرق اللي احنا هنلعب قدامها، على النقيض على الجهه الاخرى لا، الفرق الثانيه هتعمل النادي الاهلي حساب. شفنا لسه جداً. حتى قبل حضرتك ما تخش كنا بنتكلم مع عمر البنوبي، وجاب النادي الاهلي كسب البايرن باساطير، كان يعني مولر كان بيلعب، بتتكلم على اساطير اماير حارس المرمى. وحضرتك اشتركت في المباراه ديت ولا لا؟ ما اشتركتش. فتاريخ النادي الاهلي حتى امام الفرق الكبيره تاريخ مشرف، ده يدي ثقه للاعيبتنا ويدي ثقه للجهاز الفني، يعني ده شيء اكيد يعني. وانا متفائل جدا بالبطوله دي، وباذن الله هنعمل فيها حاجه كويسه وهنعمل نتائج كويسه، وباذن الله هنعمل مركز كويس يا رب ان شاء الله باذن الله، لان ده هيبقى يعني اللعيبه لازم تعرف ان ده هيرفع بشكل كبير جدا 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 يعني. والبلد المضيف كمان فيها اهلاويه كتار جدا، يعني افتكر ان ده ممكن يساهم بشكل كبير ان شاء الله، يعني بإذن الله. الفريق باذن الله يحقق حاجه باذن الله. ماتش المقاولين، قبل ما نتكلم على اللي فات واللي حصل والجدال اللي حصل في المباراه الاخيره للاهلي، بس ما بنقولش يعني الاهلي ما بيوقفش على مباراه ولا الدوري بيوقف على هذه المباراة، بس برضو عايزين نتكلم على المباراة المرتقبة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وحصد 3 نقاط يوم الخميس. كابتن خالد شايف المواجهة دي ازاي بعد الجدل، او خاصة بعد الجدل اللي حصل؟ لا، هو الماتش هيبقى صعب. المقاولين برضو كان بيمر بفترة مش كويسة، يمكن قدروا يكسبوا الإسماعيلي الماتش اللي فات، ادهم ثقة شوية. ايوه، ودايما على مر السنين مباريات الاهلي والمقاولين بتبقى صعبه وبتبقى جامده. يمكن بس برضه انا بقول هتبقى صعبه وجامده باذن الله لغايه لما النادي الاهلي لو قدر ان هو يحرز هدف مبكر الدنيا بتتفك. يمكن ده فرق معانا في مباراه البنك الاهلي، الجمله اللي حضرتك الاخيره اللي قلتها طبعا، هدف مبكر بالظبط بيفك لك اي ماتش، لان مش بيفك لك اي ماتش، هتجيب الثاني والثالث والرابع. انا كنت معاكم قبل ماتش الاتحاد السكندري وفاكر كنت قلت لي الماتش، قلت لك ماتش سقيل بس لو جبنا جون بدري كسبنا 4. وفرقه لان خلاص هو كل فرقه بتبتدي تهاجمك وبتفتح، فانت بتلاقي عندك المساحات وبامكانيات لعيبتك بقى سواء الفرديه او الجماعيه بتقدر ان انت تحرز عليها. فبرضه ده ينطبق على ماتش المقاولين. النادي الاهلي لازم في اول ربع ساعه تلت ساعه قدر يحرز هدف، الدنيا بتبقى سهله جدا جدا يعني خلاص الماتش يعني بنسبه 90% بيكون بيخلص. ولكن كل ما الوقت بيعدي الفرقه الثانيه اللي قدامك بتاخد ثقه، دوافعها بتزيد بيبقى طبعا عندها امل ان هي، وهو اقصى الامل ان هو التعادل البونت. يعني انت انا لو في فرقه
هتلعب قدام الاهلي عندها طموح ان هي تكسب، احنا مش هيبقى عندنا مشكله في اي ماتش. يعني لو فرقه بتهاجمنا مش هيبقى في مشاكل، يعني مش هيبقى، انما هي كل القصه طموح اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي في الدوري بتاعنا عايز البونت بيتعادل. كمان الماتش لما بيخلص بتعادل بتلاقي الفرقه فرحانه والمنافسه فرحانين جدا. ولو النهارده كمان الكابتن خالد المقاولين، اصل النهارده الاعاده بتاعه الماتش، فالنهارده المقاولين منتعش بعد ما فاز على الاسماعيلي، فالنهارده عنده حوافز جديده جدا وهو داخل على مواجهه الاهلي المرتقبه. فالنهارده عايز اتكلم على الاساسيات اللي المفروض يعتمد عليها فريق النادي الاهلي علشان يحرز هدف بدري مبكرا. الاساسيات هو اي فرقه عشان تقدر توصل لمرمى الفريق المنافس لازم، يعني احنا بنقول بيبقى فيه تنوع في الاداء الهجومي. نعم. يعني ايه تنوع في الاداء الهجومي؟ عشان نبص بقى للناس بلاش الكلام المكلكع دون، ان لازم يبقى فيه اختراق من الجانب الايمن واختراقات من الجانب الايسر واختراقات من العمق وتسديد من خارج منطقه الجزاء. نعم. التصويب اللي هو بيحللك ويفك لك اي تكتل اي فريق بيعمله قدام. لو النادي الاهلي قدر ان هو ينوع ما بين الاربع حاجات دول باذن الله هنقدر ان احنا يعني يبقى في فرص عندنا نوصل للمرمى ونقدر نستغلها. على فكره امبارح انا كنت بتفرج على ماتش مصر الهاندبول. هاندبول لان مع انا مع السويد. مع السويد. الهاندبول فيه كتير قوي من الكوره على فكره، يعني اللي بيحب يتابع ويحلل. احنا امبارح خسرنا ماتش عشان المدير الفني بتاعنا في الشوط الثاني، يعني هنا بقى في حاجه، في حتت الواحد بيحس بيها. المدير الفني بتاعنا ما عرفش يتعامل، هم عرفوا يتعاملوا معانا الشوط الثاني، احنا الشوط الاولاني كنا مكتسحين وكسبنا فرق يعني اكتر فرق من 3 جوان في الشوط الاول، وكانت حالتنا 10 على 10. ولكن احنا بنلعب، يعني انا اتفرجت على فريقنا احنا بنلعب بثلاثه من بره بيشوطوا حاجه بسم الله ما شاء الله، علي زين ويحيى الدرع ويحيى خالد. دول الثلاثه هم دول فرقه منتخب مصر. فرقه السويد الشوط الثاني اتعاملوا معاهم بقى بطريقه وقفوهم، قفلوا عليهم بشكل كبير جدا، فاحنا اتشلينا. فكمان الهاندبول، يعني اللي انا كنت بقوله دلوقتي، التنوع في الاداء الهجومي. لو في الهاندبول امبارح عندنا تنوع في الاداء الهجومي، ان الثلاثه اللي بره دول بيشوطوا والجناحين بنقدر نستثمرهم وبيخشوا وبيجيبوا جوان، والراجل اللي بيلعب على الدايره برضه بنقدر نستغله ويجيب جوان. غياب احمد الاحمر كباك يمين او وينج يمين اثر شويه، رغم يعني نزوله الشوط الثاني. لا بس يحيى خالد هايل. لا الثلاثه اللي بيلعبوا، يعني الثلاثه اللي بيلعبوا من بره دول احسن ثلاثه، وجامله تحكيميه كمان يا كابتن خالد. ولكن احنا اتشلينا ليه؟ لان طريقتنا اتحفظت. هم دول الثلاثه اللي بيجيبوا الاجوان، طول ما هم كويسين احنا في منتهى الخطوره. فلما وقفوا والناس ركزت معاهم في الدفاع بشكل رهيب جدا، احنا تعبنا. وعشان كده انا خايف في الماتشات اللي جايه، يعني الماتشات اللي جايه هتبقى تقيله وفرق جامده. لازم يكون عندنا، انت بتعمل فاست بريك، احنا ما بنعملش فاست بريك كتير، ما بنجيبش جوان. لا لازم يبقى في فاست بريك، ولازم الجناحين، ولازم الراجل اللي على الدايره، والثلاثه اللي بره يشوطوا. نفس الكلام ينطبق على الكوره. صحيح. كل ما يكون عندك الحلول من جنب يمين او جنب شمال او اختراق من العمق او تسديد من بره، مش هتتزنق في حاجه. وده دور المدرب على فكره. هتلاقي دي بالظبط طبعا دور المدرب، انك شايف خلاص هم قفلوا في الحته دي، فممكن جدا لا خلاص يبقى اعتمد على الجناب، قفلوا الجناب يبقى عندنا التصويب وهكذا. يعني وبيدي لك المدرب الشاطر بيدي لك كل الحلول اللي ممكن تقابلك خلال الماتش، لان مفيش حاجه محفوظه، انه مفيش مدير فني قاعد عارف الماتش اللي جاي هيحصل ايه بالظبط. لا انما هو متوقع وبيدي الحلول للعيبه عشان بتواجه موقف بيبقى عندك الحل ان انت تحل الموقف ده. فباذن الله احنا باذن الله هنعمل ماتش كويس وهنعوض الماتش اللي فات. على فكره الماتش اللي فات احنا ما كناش وحشين، ما انا كنت لسه اقول بالعكس، احنا وصلنا لجول كتير جدا وفي شوط وممتلك واحتفاظ بالكوره، انت اللي ممتلك الكوره 100%. فرقه البنك الاهلي بتدافع بس، يعني احنا ما كناش وحشين، ولكن ظروف برضو المطر والجو كان دمه تقيل شويه، ما قدرناش نجيب جون في الاول، فالدنيا ابتدت كل ما الوقت بيعدي الدنيا كانت زي ما تتقال. ايوه انا اعتقد كان كلامها هيختلف تماما لو كنا فرصتين بس من ال 11 فرصه اللي جم للنادي الاهلي، لو فرصتين جم اجوال كان الموضوع اختلف شويه. عندنا بعض السلبيات هنعالجها. اخد من حضرتك النقطه ديت، انت شايف ايه من السلبيات اللي كانت في مباراه البنك الاهلي على مستوى التشكيل على مستوى التغييرات، ممكن موسيماني يتلاشى هذا الخطا ويصححه في مباراه المقاولين رغم اختلاف طرق اللعب يعني المقاولين والبنك الاهلي؟
هو انا اول حاجه حصلت انا ما انبسطتش منها اصابه وليد سليمان، لان وليد اشتكى من هو بيسخن، كان لازم يقعد. وبعدين الحاجات دي ما فيهاش راي لعيب، يعني ما ينفعش اقول لوليد انت قادر، لا انت اشتكيت تقعد. ليه؟ لان النادي الاهلي يعني نمره واحد لمصلحه اللاعب، لمصلحه وليد، لان وليد هو يتعور مش هيروح كاس عالم الانديه. انما لو كان مريح اتفق معاك طبعا. طبعا دي نمره واحد. نمره اتنين، مش هتخسر تغيير ملوش لازمه، مش هتخسر فرقتك فرصه ملهاش اي لازمه. فدي كانت اول حاجه انا كنت يعني اتوقع ان هو هيشد وليد ويريح. ده ما حصلش. الحاجه الثانيه، هو بيلعب بطريقه، هو ذكي جدا. ذكي جدا بمعنى ايه؟ هو درس الدوري المصري كويس جدا، ودرس امكانيات الفرق كويس جدا. خد بالك احنا النادي الاهلي احنا بندافع بخمسه لعيبه، هو رامي ثلاثه قدام على طول ما بيرجعوش، لان هو عارف يعني الثلاثه الفراوده بتوعنا مرميين قدام. حتى هو عشان قاس امكانيات الفرق في الدوري المصري كويس، حتى لو بيقول لك لو حد زاد مش هيعمل لي مشكله. بالظبط. انما لما بقطع كمان تلاقي النادي الاهلي بقى، الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي ويمكن ما حدش اتكلم فيها، النادي الاهلي اكتر اسرع فرقه في الدوري المصري بتوصل لمرمى المنافس باقل عدد من التمريرات. يعني انت ممكن تحول من الدفاع للهجوم عند الجون. مظبوط. وده ليه؟ لان هو رامي الثلاثه دول قدام، بيدافع بشكل كويس، وعنده امكانيات اللعيبه الدفاعيه اللي بتدافع بتقدر بمجرد ما بتستخلص الكوره بتلعب الكوره قدام بكوره ثانيه بقيت عند الجون. فالنادي الاهلي انا نفسي، لان انا يعني جبت ستوب ووتش وقعدت فحسبتها كام ثانيه. اسرع فرقه في الدوري ومفيش يعني مفيش منافسه يعني كام؟ لا بعيد قوي. يعني بعيد، احنا بين اسرع فرقه في الدوري المصري بنوصل لمرمى المنافس بمجرد ما بنقطع الكوره. يعني قطعنا الكوره بنروح للجون في قد ايه؟ الفرقه الثانيه بقى بتقعد تنقل وبالعرض وورا، يعني اكن واحد ماشي على عكازه. طب كلمنا عن المدير الفني للفريق المنافس في المواجهه اللي جايه، كابتن عماد النحاس، مواطن برضو القوه والضعف في المقاولين العرب. فرقه المقاولين يمكن من وجهه نظري يعني من وجهه نظري انا هو اختارهم الولد الكولومبي السريع اللي قدام، بس عماد على طول بيطلعه يعني، فانا اتمنى ان هو يطلعه يوم ماتشنا يعني ما يخليهوش كتير يعني. انما هو لعيب خطير ولعيب سريع، ولو استغلوه كويس ممكن يعمل مشاكل لاي فرقه. تمام. انما فرقه المقاولين فرقه بتلعب يعني جماعيا اكتر، الفرديات عندهم قليله، بيلعبوا بشكل جماعي، بيحاولوا بقدر الامكان ان هم قدامنا يوم سيبك بقى من الكلام، حد يطلع مثلا يقول لا احنا هنلعب على ثلاث نقاط والبتاع، لا ده كلام بتاع السوشيال ميديا والبتاع. يعني هم برضو هينزلوا هيدافعوا بحيث ان ما يجيش فيهم جون، قدروا بقى ان هم يعملوا يسجلوا ماشي، ما قدروش يبقى بالنسبه لهم برضو حاجه كويسه. فمهم جدا النادي الاهلي يجيب جون من البدايه، من البدايه وبعدين احنا عندنا 45 دقيقه دايما، يعني في مديرين فنيين يقسموهم اول ربع ساعه انا هلعب ضغط، هلعب ضغط عالي في نص ملعب الفريق الثاني، تمام، مع الربع ساعه الثانيه ممكن اهدى شويه، تمام، واحتفظ بالكوره عشان يبقى شكلي برده كويس، ما يبقاش باين ان انا، وبعدين الربع ساعه الاخرانيه ممكن اضغط ثاني. ما هو ده التنويع، وهي دي يعني ايه فكر المديرين الفنيين، مش لعيب لعب كويس ولعيب وحش لعب وحش، دي بتبقى حسب حاله اللعيب، لا دي حاجه مرتبطه باللاعب، انما في حاجات مرتبطه بالمديرين الفنيين. يعني انا لما بقعد اتفرج على اي فرقه بشوف المسافات بين الخطوط عامله ازاي، ما هو ده مدرب مش لعيبه بقى. يعني لما بلاقي الفرقه بتهاجم فبتتحرك كلها وحده واحده، الدفاع بيزق نص الملعب، نص الملعب يزق الفراوده لقدام، ده شغل مدرب. يعني ده شغل مدرب، وانت بتهاجمي وانت بتدافعي، ده شغل مدرب. كور ثابته انا في الدوري المصري ما شفتش فرقه، حتى احنا يمكن اشتغلنا فيها كويس قوي في الفترات الاولى من الموسيماني، يعني في ماتش مثلا الوداد، ماتش الزمالك، الزمالك اشتغلنا فيها احنا كويس، جبنا جون في ماتش الزمالك، بس بعد كده ما فيش. لا الكور الثابته، كورنر بتعمل منه حاجات كتير ولازم تتشاف، لان ده برده شغل مدرب. صحيح. الاوتات انا بشوف اوتات، انا عندي يعني من حاجات شغلي يعني اوتات بتيجي جوان في التلت الاخراني، ازاي بيتعمل الفنت وواحد بيجي ويفوت الكوره وواحد من نص الملعب يعني في حاجات، في افكار وفي شغل. احنا لما انا عن نفسي لما بلاقي حاجه كده ببقى مبسوط، لان بحس الناس بتشتغل، الناس بتفكر، والناس بتبتكر، مش العمليه اللعيبه بتنزل بتلعب
وخلاص. مظبوط. فانا نفسي بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن دي حاجه انا كنت يعني ناسيها، لا الكور الثابته لازم نستغلها، بالذات بقى بالذات في كاس عالم الانديه. لازم يبقى في تريكات في الكورنر، في الفاولات، في الاوتات، لازم. السلاح مهم جدا، انت يعني طبعا. سلاح الكور الثابته يمكن يعني بفكر الساده المشاهدين وحضرتك انه كان سلاح مهم جدا في مباراه الوداد، مباراه الزمالك، نتكلم على مباريات كبيره جدا كان الاهداف بتيجي من كورات ثابته، وخاصه في البطولات الكبيره يعني فرق ممكن جدا ما تخلقش عدد فرص للتهديف اللي بتخلقه في الدوري المصري. يعني عندنا قدام البنك الاهلي 11 فرصه تهديف، اعتقد في كاس العالم الانديه مش هيتيح لك الفرص الكتيره اللي جات لك في الدوري المصري. بالظبط. فممكن تستغل بقى كوره من الكور من الكرات الثابته، سواء الفاولات اللي بره ال 18، القرار، الاوتات. انا الجون اللي جبناه في الزمالك انا بصراحه يعني انا ضحكت، مع ان نادي الزمالك فيه لعيبه دوليين، يعني لعيبه الديفنس كلهم طبعا لعيبه دوليين، فانا لما اطلع الفراوده بتوعي كلهم وقفهم على خط 18 وبعدين الاقي ديفنس، ده بيديني مدلول لحاجات ان ممكن اللعيبه دي ما سمعتش حاجه، ما تعلمتش حاجه ولا سمع. فلما اكون انا مثلا، طبعا انت 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 كابتن هاني هتحس بالكلام ده، يعني سردباك فيقوم سايب ده وطالع على خط 18 طب ما هو الراجل اللي واقف على خط ما هيجري يجي لك هنا، انت بتراقب ايه؟ انت بتراقب اللعيب ولا بتراقب المساحه واللعيب؟ بالظبط. اي مدافع دلوقتي في الكره الحديثه بيعمل حاجتين، انا مساك مراقب المساحه اللي بلعب فيها ما بسيبهاش وامشي، انا هنا واللي بيجي بمسكه، ليه؟ يبقى انا قافل الملعب. النادي الاهلي معظم اهدافه بتيجي في الدوري المصري مع الفرق ان هم كل ما الكوره بالظبط، كل ما الكوره تتحرك يجروا ورا الكوره، فالدنيا بتفضل تلاقي، واحنا لعبتنا بقى بتقدر ان هي تستغل الكلام ده بشكل كويس جدا. فاحنا محتاجين مهم جدا ان احنا نحس بالشغل التدريب، شغل التدريب لازم يتحس. يعني مدرب بياخد فلوس قد كده وبيشتغل ومعاه امكانيات، لا لازم نحس ان في حاجه مرضوط. احنا حتى نستفيد منها. طيب النهارده في غيابات كتيره، يمكن حضرتك ذكرت وليد سليمان ربنا يشفيه، النهارده برضو محمد الشناوي قرار الايقاف، والغيابات دي تاثر عليه على المباراة؟ لا 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 باذن الله، النادي الاهلي ما طول عمره، وفي ناصر طبعا واجاييه لا النادي الاهلي ما طول عمره الغيابات ما بتاثرش معاه، وعندنا لعيبه، احنا عندنا في كل مركز اثنين وثلاثه ما يفرقوش عن بعض. فبالعكس لا مش هتفرق، بس دي غيابات مؤثره برضو كابتن خالد. مؤثره ايوه، بس ما بتدي دافع للعيب، اللي احنا عندنا لعيبه برضو كلهم مؤثرين. تمام. يعني احنا اللعيب هو دلوقتي هو موسيماني بيعمل ايه؟ بيشيل كل ماتش 3 4 ولاعب 3 4، يعني الدنيا مش هو مش مثبت لا في روتيشن طبعا. ايوه ليه؟ لان الامكانيات كلها اللعيبه عندك قماشه تقدري تتحركي فيها بشكل وتستخدميها بشكل كويس. احنا كلنا ثقه في علي لطفي، لان خاصه يعني مركز حراسه المرمى بيبقى حساس شويه. طبعا. الشناوي ماشي بشكل اكتر من رائع، غيابه اعتقد هيكون كمان حوافز لعلي لطفي، عنده امكانيات كويسه جدا كمان، لسه النادي الاهلي مجدد عقد او يعني عقده جدد له العقد، فدي كلها امكانيات، ونكسب كمان علي لطفي على المستوى، على مستوى ان احنا عندنا حارسين قريبين جدا من بعض، لان المنافسه لازم تكون قريبه ما بين طبعًا. حراس المرمى بشكل طبعًا. كبير يعني، وعشان كده لازم ما يبقاش يعني المفروض كل فتره يدخل عليه شويه طبعا ده لازم لاي ظروف بقى، يعني الشناوي هو جه ظرف موقوف 4 ماتشات، او لا قدر الله في حاجه تاني في لاي ظرف ان هو مش هيكون موجود، لازم الحارس اللي بعديه ما يجيش مره واحده يلعب وهو يكون بعيد، لا يكون برضه بيشتغل. زي ما بعمل روتيشن في اللعيبه 3 4 بلاعبهم عشان الناس كلها تبقى بتشارك والناس كلها توصل في حاله ذهنيه وبدنيه وفنيه وتكتيكيه وخططيه بمستوى عالي، لازم برضو حارس المرمى كل 3 4 ماتشات ما فيش اي مانع ان هو ياخد له ماتش. اكيد في النهارده هجوم حاصل، وبعيدا حتى عن الاخطاء التحكيميه، ولو ان برضو عايزه تعليق حضرتك في الموضوع دوت، افتكر انه هيبقى مميز، بس النهارده في هجوم ولغة كبير جدا حوالين اللعيبه وموسيماني والجهاز الفني، يعني كلمني عن اللغط ده، خاصه في يعني احنا بنتكلم في توقيت مهم جدا في مشوار النادي الاهلي، ودايما يعني ملاحظين ده بشكل كبير، اعتقد يعني مش عارفه هل متعمد ولا متعمد في بعض الاحيان، احيان كتيره جدا لا اللغط بسبب التحكيم
ولا اللغط بسبب والهجوم إيه؟ النهارده بقى على بعض اللعيبه على السوشيال ميديا تحديدا النهارده ليه هجوم على بتهاجم لا في طبعا يا بعض الناس بتتكلم على تقييم او اعاده تقييم لموسيماني بشكل مباشر في ماتش واحد يعني عشان ما ده انا بقول لحضرتك كابتن هاني وبعض اللعيبه بعض المراكز يعني حسين يعني حسين انا اعتقد ان هو لازم يشد حلو شويه بصراحه بكل امانه قفشه النهارده برضو يعني في ناس يعني لا يعني في ناس يعني في لعيبه لا بتتعرض لهجوم وموسيماني طبعا على راسهم على راس اللي بيتعرض لهجوم موسيماني الراجل ماشي كويس عامل نتائج كويسه ماتش الدوري على فكره طويل جدا يعني ما ينفعش دلوقتي تقولي فرقه هتاخد دوري ما ينفعش تقولي الاهلي هياخد دوري ولا الزمالك لا لسه بدري كتير جدا وعايز نفس طويل وعايز واحنا اللي عندنا النفس الطويل وعندنا الاصرار يعني دي حاجه مش جديده علينا يعني مش ان احنا خسرنا نقطتين فالدنيا هتتدربك لا ده عادي جدا مفيش اي مشكله وبعدين حتى لو مقصر زي ما انت قلت ماشي على حسين بس النهارده يعني انت مش مقصر في فرق من مقصر ان هو لازم يشد انا بتفق معاك فاهمه بس بس يعني عارف بيبقى الهجوم عنيف يا كابتن برضو خالد يعني بيبقى عنيف جدا وحاد جدا ما هو بس ساعات بيبقى مفيد الهجوم ده اللي مع اللي بيبقى مكسر يعني انا لما كنت معاكم برضو في الحلقه اللي قبل ماتش انا قلت على اتنين على محمود وحيد وصلاح صلاح محسن او مروان حرب لا صلاح محسن صلاح محسن لازم شده حلو لا حسين الشحات لازم شد حلو ما سنتي انت بتلعب في النادي الاهلي لو مش هتشد حيلك انت لازم الناس هتنتقدك مش كل اللعيبه مش كل النفسيات الهجوم عليها او الحده بالنسبه لها يعني تيجي معاها بالايجاب يعني محمد ابو تريكه مش عارف كان بيتكلم على جوزيه لما كان بيعنفه جدا كان بينزل يعمل افضل حاجه عنده لكن في لعيبه لا العكس في فرق كهربا العكس لا في فرق لما المدير الفني يعنف او السوشيال ميديا تعنف ده في فرق كبير جدا ممكن اللعيبه ما تتقبلش كل واحد في فروق فرديه كل واحد ده من ناحيه المدير الفني ولكن من ناحيه الجمهور والسوشيال ميديا لا اللي هيكسل لا ما الناس مش الناس بتحب الاهلي وعايزه الاهلي يكسب ومش عايزه حد ياثر ولا يبقى كسلان لا ما ينفعش الهجوم على موسيماني في محله لا طبعا مش في محله ليه ماتش ونقطتين راحوا وفي لسه مشوار طويل يا كابتن جدا وهاخد من المشوار الطويل ده يعني تقييما كمان للدوري حضرتك شايف الدوري ازاي خلال يمكن ده الجوله الثامنه في الدوري وحضرتك قلت ولا هتعرف مين اللي هياخد الدوري لسه ولا المربع الذهبي رؤيتك الفنيه كمدير فني كبير وبتتابع الدوري المصري بدايات الدوري عامله ازاي ورؤيتك ازاي للثمان جولات الاولى من الدوري الممتاز يعني انا الدوري برضو هتبقى المنافسه في الاخر منحصره ما بين الاهلي والزمالك لوقت معين ولكن بعد كده احنا هنفرق ان شاء الله يعني هيبقى في منافسه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك لوقت معين مش لاخر الدوري لا لوقت معين وبعدين احنا هنفرق بيراميدز هيبقى بعيد مش شايفه السنه دي كويس لا مش شايفه لا مش شايفه في اي بطوله يعني بينقصهم حاجات كتير بينقصهم اصل دايما كابتن هاني الفرق اللي هي ما عندهاش جمهور لو المدير الفني كل يوم مش كل ماتش كل يوم في التمرين لو ما خلقش دوافع جديده للعيبه الفرقه بتقع من غير ما يحس وده اللي بيحصل مع بيراميدز يعني انت ازاي تخلق لهم دوافع جديده تعوضهم عن غياب الجماهير او الضغوط بالظبط يعني ضغوط لازم تتشال لان دي وظيفه لا يعني في ضغوط ايجابيه يعني الكلام الضغوط الايجابيه ازاي دي بقى ده ذكاء وده موهبه وده مش بتاع مدير فني موظف بيروح كل يوم عشان ساعتين ويروح لا بيراميدز مش هتلاقيه وده دايما هتلاقيه مثلا في الماتشات طب ما هو بيراميدز قدام البنك الاهلي مش تعادله تعادل 0-0 طيب قامت الدنيا وبيراميدز تعادل مع البنك عادي عدت يعني مش قصه مش قصه هم زي الاهلي طبعا اكيد يعني وهيبقى برضو الدوري زي السنه اللي فاتت فرق كتيره معظم الفرق بقى اللي بعد كده هتصارع على الهبوط يعني نفس القصه انا برضو يوميها كنت معاكم اتكلمنا على اسوان قلت لك اسوان ممكن ياخد بونت في اول الدور التاني ما كانوا 6 بونت كسبوا اول ماتشين سيراميكا كان اول الدوري اول لا سيراميكا احسنهم يعني بتتكلم على غزل المحله والبنك الاهلي واسوان والبنك الاهلي لا سيراميكا احسن وسيراميكا ممكن يقعد لعبوا كره فرقه سيراميكا
ممكن تقعد بامكانيات اللعيبه اللي موجوده، بالفكر اللي موجود، بالمدرب اللي موجود. يعني هو مش همه حاجه وبيلعب ومفيش حاجه بيبكي عليها ومفيش ضغوط. فانما سيراميكا ممكن تقعد، ولكن هتلاقي بقى كل الفرق برضو في دوام، هتخش في الدوام. اسماعيلي طبعا للاسف، انا معلش زعلان، انا شفت زعلان جدا والله يا هاني، لان انا شفت على اليوتيوب فيديو لابو طالب، طالب العصر، حزنت حزن انا مش هقول لك، يعني صعب عليا جدا. و النادي الاسماعيلي ده بعد مباراه المقاولين، بعد ماتش المقاولين على فكره عملوا ماتش كويس، وان هم يخسروا دي نتيجه برضو غريبه. يعني المقاولين ما كانش يكسب، يعني اقل حاجه للاسماعيلي التوفيق، طبعا اقل حاجه للاسماعيلي يكسب للماتش يطلع تعادل، انما المقاولين يكسب لا. لما شفت ابو طالب، نادي الاسماعيلي مشكلته ايه؟ ما احنا بنحب النادي الاسماعيلي من زمان، نادي جماهيري ونادي شعبي، دخلوا في دوامه لان هم مش عارفين ايه السبب. هو مش مدير فني ولا مدرب ولا نمره واحد لعيبه، نمره اتنين انا عايز اسال رئيس النادي حسني عبد ربه فين من فرقه كوره؟ يعني ازاي انا اكون رئيس نادي صحيح استاذ ابراهيم عثمان ويكون عندي واحد زي حسني عبد ربه وبطل ما استفدش بيه؟ ابعده ليه؟ يا حتى لو انا بقول له من هنا، حتى لو انت ما بتحبش حسني، حسني لازم يكون موجود مشرف عام على فرقه الكور، لان دون نمره واحد هيغير من فرقه كتير جدا. ابن النادي الاسماعيلي، ابن النادي وكابتن النادي وكابتن النادي وحاول لا وتاريخ ومنتخب مصر، يعني هو بعيد. انا من برضه يعني اقول حسني فين؟ يعني ازاي بعد كل اللي اداه لمصر واداه النادي الاسماعيلي حتى ما تشوفوش في حاجه؟ وده وضع مش طبيعي. مظبوط، يعني وضع مش طبيعي. فحسني لازم يكون موجود. نمره اتنين نجيب لعيبه كويسه، مش المدير الفني. يعني حرام حرام، مش مدير فني هيجيب اي مدير فني باللعيبه اللي موجوده؟ لا، صعب جدا. طب ما هو لازم التحضير للعيبه مميزه على بحجم نادي الاسماعيلي يكون من اول من بدري علشان تجيب لعيبه تناسب المكان اللي انت بتشتغل فيه والطموحات اللي انت كمان بتشتغل عليها كابتن، وطموحات جماهيرك، لان جماهير الاسماعيليه. انا في ماتش الرجاء اتفرجت، انا 24 ساعه يعني الكوره، ما بسيبش الكوره. اسماعيلي والرجاء في البطوله العربيه الشوط الاولاني 0-0، بس انا قاعد عارف الاسماعيلي هيخسر، مش هيقدر. يعني انا قاعد مستني هيخسروا امتى؟ وبعد خسروا 3 يعني جون في الثاني في الثالث، خلاص دب 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 مش هيقدروا، حرام. فعشان الجمهور نمره واحد، اول خطوه ايجابيه لازم تحصل في نادي الاسماعيلي ان حسني عبد الرب يكون موجود. انا يا ريت الراجل يعني رئيس النادي يكون سامع الكلام ده، و ما اعرفش يجي ازاي حسني، مشكلته ايه انا مش عارف. طب وده يا كابتن خالد هيدخلنا برضو في فكره المدربين وتغيير المدربين. يمكن اطول مدير، يعني اطول مده قعدها مدير فني في السنتين اللي فاتوا كان كابتن مختار حبيبك، ورحل وكابتن حموده صدقي. بتشوف ازاي كمان الفكره دي؟ وطبعا اكيد ليها تاثير، وتاثير كبير جدا على الفرق، بتاثر على استقرارها. مختار ماشي كان مع الانتاج بشكل هائل، في لعيبه كتيره مشيت من الانتاج ولعيبه مؤثره. رجعنا تاني للعيبه صح؟ طبعا. يعني انت هتحكمي على مختار دلوقتي؟ لا طبعا مش هنحكم على مختار دلوقتي، ولكن مختار كان ماشي كويس مع فرقه الانتاج وفرقه الانتاج، لان كان عندهم لعيبه تقدر تعمل حاجه. اللعيبه، في لعيبه اتباعت، وحتى حرس المرمى عامر شديد انه لعيب كويس طبعا، باك الشمال. انت بتستغني وما بتعوضيش، ما تطلبيش بقى المدير الفني، الاداره يعني بتبيع لعيبه تمام وما بتعوضش اللعيبه دي بناس قريب، حتى قريبه من مستواها. فما تجيش بقى تلومي المدير الفني، المدير الفني مش هينزل يلعب. يعني المدير الفني مش هينزل يلعب، لازم يكون معاه قماشه كويسه. لو ما فيش قماشه كويسه، حتى لو هو احسن مدرب في العالم، مش هيقدر يعمل حاجه. مش اللعيبه امكانياتها مش هتقدر تنفذ له اللي في دماغه. انت طالبه حاجات وبتحطي فكر وبتحطي خطوط عريضه وبتحطي جمل وبتحطي خطط، انت عايزه الناس تستوعب الكلام ده، هم دول اللي بينفذوا. لو ما بينفذوش بشكل كويس هيخلوا شكلك وحش. طب هي سؤال برضو يا كابتن، وخاصة من اتكلمنا على الإسماعيلي وبنتكلم على الأندية الشعبية، بنتكلم على الإسماعيلي الاتحاد المصري، الأندية الشعبية اللي ليها غزل المحلة، بنتكلم على أندية عندها قاعدة كبيرة جدا من الجماهيرية. هناقش حضرتك في نقطة مهمة، هل الإدارة بتوصل طموح خاطئ لجماهير هذه الفرق، إن احنا
لا يا جماعه اصبروا، ده احنا السنه الجايه هنبقى في المربع الذهبي. لا، وبالتالي نقدر نقول ان طموحات جماهير الانديه الشعبيه اكبر بكتير من امكانيات النادي في الظروف الحاليه، ولازم المعادله دي تتغير. طبعا انا موافقك مليون في الميه. يعني ادارات بتحط طموحات وبتحط اهداف هي مش تقدر تنفذها قدام الجمهور. الجمهور بيعرف، فلما ما بيحصلش الكلام ده الجمهور بيزعل وبيصور. لا انا مثلا غزل المحل، انا لسه طالع السنه دي، لا اقول للناس يعني احنا لو قعدنا السنه دي ده يبقى هو ده الهدف الكبير اللي احنا هنعمل عليه. قدرنا لان خلاص الكره بقت فلوس. طب النادي اللي عنده فلوس وبيقدر يشتري لعيبه وبيقدر يصرف وبيدي مكافئات وبيدي الفلوس للعيبه في اوقاتها، ده بيمشي بينجح. انما لو ما عندكش الامكانيات الماليه الاول، فما تقولش بقى ان انا في المربع الذهبي بقى السنه الجايه وانت لسه ما يعني لسه ما ظبطتش فرقتك يعني. اه طبعا بالظبط. يعني انت بتقول يا كابتن هاني كلام 100% صح. وبعدين ده بره بيحاسبوا المديرين الفنيين ازاي؟ انا هقول لك حاجه بقى سيام عشان انت يعني. مدير فني مسك فرقه، الفرقه دي بامكانيات اللعيبه طموحها ان هي توصل المربع الذهبي. المدير الفني ده اللي ابتدى مع الفرقه من اول الموسم وشكل لعيبته وجهازه وابتدى وفتره اعداده، هيلعب مثلا في الدوري سي 34 ماتش. تمام، بيقسموا ال 34 ماتش دول على ثلاث مراحل. احنا هنحاسبك، هنقف لينا وقفه بعد اول 12 ماتش، احنا هنعمل لك كل اللي انت عايزه. طيب بعد 12 ماتش لينا وقفه. المدير الفني بقى المحترف بيجي اول 12 ماتش دول، لو هنقول مثلا الانتاج الحربي اي نادي هيجي اول ماتش الاهلي بيقعد مع الاداره وقعد مع الاداره والكلام ده بيبقى مكتوب. تمام، طيب بيقول لهم لا هنخسر هنا صفر. الماتش الثاني مثلا غزل المحل هاخد 3 بونت، مش عارف ايه بونت، مش هخسر في ال 12 في ال 12 ماتش دول انا هاخد مثلا 14 نقطه. بعد ال 12 ماتش، بعد ما اتفقوا يعني على الكلام ده وهم في تارجت محطوط 14 نقطه، بعد ال 12 ماتش تهاتوا، انت هنا ما حصلش وهنا ما حصل، بيمشي. حتى هو هيقول لك انا همشي. مدير الفنيين معظمهم ما بيعملش كده، او تقريبا كلهم. التقسيمه دي ما فيش حد بيعملها. ده في مدير فني كان اشترط على نادي عشان يروحوا ان ما يمشوهوش غير بعد نهايه الدور الاول. طب ازاي؟ طب انت هتقعد تتغلب لغايه الدور الاول وبعدين ما يقدروش يمشوك؟ يعني انت كاتب بند في العقد ما النادي ما يقدرش يمشيني غير بعد نهايه الدور الاول. طب ما النادي هتكون تتغلب، النادي هيكون نزل كمان، يعني هو النادي هيستفيد ايه؟ ما هي دي نقطه الجدل. يمكن انا في اعتقادي لازم يكون في فرص اكتر شويه. يعني احنا بنتكلم، حضرتك بتتكلم فيري بروفيشنال، وده اتطبق يمكن مع ليفربول لما جه يورجن كلوب قال لهم انا عندي مشروع لمده 4 سنين. ليفربول ما خدش الدوري بقاله 30 سنه، انتوا اهدافكم ايه؟ اهدافنا البريمير ليج، الشامبيونز ليج، وفي الاخر خالص لو كاس انجلترا. فالاهداف محطوطه، لكن كمان في لونج بلان، يعني طبعاً في فترات امتى هتتنفذ، امتى هقدر انفذ ده. انا بقى رايي كابتن، وما اعرفش راي حضرتك ايه، ده المفروض يتم في الانديه الشعبيه زي الاتحاد، زي المصري، زي الاسماعيلي، زي غزل المحله، ان يكون عنده مشروع ان خلال 4 سنين حقق اهداف 1 2 3. طبعا لا، كلام 10 على 10، كلام سليم مليون في الميه. بس مين اللي هيعمل الكلام ده؟ ادارات محترفه. ما احنا 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 عندنا هنرجع للاداره بقى، اداره محترفه مش اداره، يعني المنظومه لازم كلها تبقى محترفه. انما احنا حتى على مستوى اللعيبه بنطبق الاحتراف بنص نص، يعني مش كله. انت اكيد طبعا انت سيدي، وما تعلاش الغلط على شماعه المدير الفني فقط يا كابتن خالد. احترفت بره يعني. انا على فكره هقول لك حاجه انا افتكرتها وانا جاي والله. اتفضل. انا كنت في لايبزيج كانت 96. تمام، وكان معايا شوي غريب. انتوا كان عندكم ماتش، انا مش فاكر كنت في انهي نادي في الوقت ده. 96 كنت في كايزر سلاوتر. كان عندكم ماتش ورحت، لا فيردا بريمن حاجه. انا رحنا كازلاتان 98 بالظبط، وكان استاد صغير، ما كانش ملعب كبير، كان لايبزيج حاجه كده. كان لايبزيج. برافو عليك. ورحت انا وشاور، قلت له تعالى انا اروح عشان انا اشوف هاني. طبعا انا رايح وقلت هشوفه ازاي بقى، هاني في الملعب انا في المدرج
وكان معانا ناس انت عارف الدوره بتاعت لايفز دي بتبقى في كل الالعاب يعني جزء الكوره هاندبول مش عارف. وكان معايا ناس اصحابي جدا من الارجنتين فرقه هاندبول اوكي فاخدتهم معايا اتفرجنا على الماتش طبعا عمال اقول لهم بقى هاني ده ابن النادي ابن النادي انا كنت بلعب معاه لا ده شرف ليا يا حبيبي ربنا يخليك المهم فمنهم بنت كان في بنت منهم قالت لي طبعا عايزه التيشيرت بتاعتك طبعا انا بقى قلت لا تقول عليا انا بكذب لا ده صاحبي وكان بيلعب معايا طب انا اجيب التيشيرت المهم خلص الماتش وهاني دخل انا بقى جيت له في الحته المدرة بس فوقي افتكرت يعني قلت له هاني ازيك وبتاع هات لي التيشيرت الحق قدامي وبتدي قال فعلا فانا فطبعا يعني الشرف لينا لا ربنا كابتننا كلنا والله يا كابتن ربنا يخليك يعني تستاهل كل خير فاحنا هنا الاحتراف يعني موارب فاهماني يعني الاحتراف موارب يعني مثلا موضوع وليد سليمان ان هو يلعب وحاسس بتعب ويلعب ويتعور لا في الاحتراف دي قصه ثانيه مختلفه مش هقول عليها مختلفه تماما مش هتعدي ما ينفعش مش هتعدي ولا عليه ولا على المدير الفني يعني صحيح. ما فيش مشاعر الشغل شغل الكوره بس احنا عندنا هنا في مصر 70% مشاعر و30% شغل يعني دي الحقيقه يعني انما هو المفروض ما فيهوش يعني شغل الكوره ما فيهوش مشاعر الخطوه بفلوس مش في احتراف بتخطي خطوه بتاخد فلوس بترجع خطوه بتدفع فلوس ما فيش كلام نتمنى ان شاء الله كابتن نشوف الحياه الاحترافيه ونتمنى نشوف حضرتك كمان في الكادر لان حضرتك خبرات والله يعني خبرات تدريبيه كبيره وكمان عندك افكار وعندك يعني لكن محتاج مشروع تنفذ فيه افكارك نتمنى حضرتك وامثالك كمان عندنا مدربين كتير عندهم جداً. عندهم مواهب كتير وان شاء الله باذن الله يعني نشوف حضرتك في الدوري المصري ونتمنى كمان الدوري المصري يعني يشتغل بشكل احترافي اكتر خاصه على مستوى التحكيم يعني اكيد الله يخليك يا كابتن لا باذن الله ربنا يسهل بس انا عايز حد يتبناني يعني في التدريب عشان محتاج يا كابتن لا والله مش محتاج لا اصل انا يعني انا في موضوع الشغل ما هو حاجه من الاثنين يعني دايما اللي بيبقى عارف ما بيزهق بيبعد يعني ما هنا لا العمليه بالنسبه للشغل مختلفه شويه اللي بيعرف يوصل بيشتغل بس هل هو بيعرف يشتغل ولا ما بيعرفش يشتغل دي مش مهم بيشتغل اللي يعرف يوصل بس انا ما بعرفش اوصل بقى بصراحه ان شاء الله الناس توصل لك يا كابتن انا ابتديت تدريب من 89 يعني 87 ما فيش سنه كلمت حد كل سنه بشتغل من 89 ل 2005 الشغل بيجي لي انا اتكلم ليه ولا اروح لرئيس نادي ولا ليه الشغل هو اللي بيتكلم انا حتى لما كنت بسافر السعوديه او الامارات ما كنتش اعرف رئيس النادي ولا اشوف حد بروح امرن وامشي ما بشوفش حد يعني والماتشات شغاله والنتائج شغاله ماشيه كويس هيقعدوكي ماشيه وحش هتمشي والدنيا سهله نتمنى لك التوفيق يا كابتن ان شاء الله انت حضرتك قامه كبيره جدا جدا ودايما سعداء بوجودك معنا في البودكاست حبيبي انا اللي سعيد بيك جدا وليالي الشرف طبعا انت لا ليا الشرف كابتن مصر وحاجه شرفتنا شرفتنا يا كابتن والله وسعيد بيك يا سهام ده مبسوط بيك جدا احنا مبسوطين بحضرتك ورقيك حتى في الحديث شكرا ليك شرفتنا فقره خط احمر في البيت الكبير جاء موعدها مع زميل واحد بس محمد فارس وبنتمنى طبعا يعني بنتمنى يعني كمان السلامة لأحمد ويرجع إن شاء الله في أقرب وقت لأحمد أسامة أهلا بيك يا محمد أهلا بيك يا سام أهلا بكابتن هاني وبنشكركم دايما على مشاعركم الطيبة تجاهنا وبتمنى السلامة لزميلي أسامة اللي أصيب بفيروس كورونا فعلا مفتقد النهاردة أسامة مش مجرد زميل عمل بالنسبة لي أسامة صديق وأخ ورحلة كفاح بنيناها مع بعض في البرنامج ده وان شاء الله الحلقه الجايه يكون موجود جنبي هنا واكيد بسلم على كابتن خالد هدفه في كاس مصر 83 وثم كاس مصر 84 في النهائي ضد المصري ذكريات لما جينا نتعلم يعني ايه اهلي اتفرجنا عليها واستمتعنا بيها حبيبي الله يخليك طبعا الناس كلها منتظراك يعني انا اعتقد انها هتكون حلقه ناريه ان شاء الله الناس تستمتع بيها نتمنى لكم التوفيق ودايما بالتوفيق لخط احمر اللي عامل شكل مميز جدا والناس كلها بتستناه بالتوفيق وان شاء الله يعني حلقه موفقه باذن الله نشكرك جدا يا كابتن هاني وهي فعلا حلقه هتفكر ناس كتير جدا بمفهوم الاهلي خط احمر بجد نطلع لفاصل وبعدين نرجع نبدا حلقتنا